كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. عندنا الحوالة، عندنا بني مسكين، وعندنا ديال بنقرير، وعندنا ديال خنيفة، والنواحي ديالها تما ديال الأطلس وصافي. المهم واش غادي نقول لك، العدد ما نقدرش نحدد لك، ولكن المهم خير موجود. واش غادي نقول لك، الفرق اللي كاين هاد الأثمنة ما بين 500 و 700 درهم، حتى 800 درهم هاد العام هذا، زايد على العام اللي فات، والسبب ديالها هو العالف وكسيبه قليله وكل شيء بزاف. العام اللي فات مثلا ولا الاعوام اللي فاتوا كان بجوج درهم ونص، 3 دراهم، ما كاينش يفوت 3 دراهم. هذا العام هذا وصلت 5 دراهم ونص، اللي هاد الشيء هذا تزاد، فهمتي؟ النص والنص تزاد، اللي هاد الكسيبه طلعت. وفلاح الله يحسن العوان ديالو، وكساب ولا بيا وشري، قال لك الحاجه ملي كتغلى غلى عمر ما كيتباع مرتين. وبنادم كيقول لك الشناقه كيزيدوا ولا كينقصوا، الشناقه مسكين ما عنده ما يزيد ما عنده ما ينقص، كيدي البركه ديالو فحال ايتها تجاره. ضروري علاش بغيتو ديك التجاره؟ التجار خاصكم يخدموا معكم بطن، ما يمكنش. حتى هو بيدو راه عنده مسكين، الله يحسن العون، الظروف عنده، مصاريف عنده، خدامه عنده، بزاف د الحاجات، وما يمكنش يهضر شي يخدم معكم بطن. إلا جيتي توجد الحاولي، الحاولي مثلا يقدر يستهلك 10 دراهم في النهار في هاد الساعة دابا. إلا قابلت مثلا عين 7 شهور، عرفتي تبارك الله النصيب، وكاين اللي كيتقابل عامين، عام ونص، ولا حسب كل حاولي وكيفاش. هادي والدرويش غادي نقولوا لك، واحد بشي قد الطاقة ديالو، حنا ما غنكلفو حتى شي واحد. الحاولي هو كيشوف بعينو الثمن، يضرب على راسو، والله يجيب التيسان لاي واحد. حنا ماشي غنزيدو على شي واحد، ولا اما حنا بيبان الدروش، حنا دراويش وما غنزيدو حتى على شي واحد.